السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل جدا بيتميز بإيه؟ بإن مثلا عندك برنامج معين ومش عارف تسطبه، فأنت ممكن تستخدمه أونلاين وتخلص شغلك عليه، وبعدين تحمل الملف اللي هيطلع من الشغل بتاعك. على سبيل المثال، عايز تكتب ملف على الوورد، فبدل ما تحمل ملف وعندك مشكلة في التسطيب أو الأي تي منع الموضوع دوت، مجرد إن أنت تفتح الملف تمام، تقول له بلاي، يبدأ يفتحه لك، وتقدر تعمل له داونلود لو انت عايز. بعد ما تكتب وخلصت كتابة والحاجات دي كلها، تقدر تسيف الملف بتاعك على الكمبيوتر وتبعته مثلا مع الايميل او تبقى سيف الشغل بتاعك. خلوه ده على المتصفح، فبيقول لي بقى اختار التمبليت اللي انت عايزه، فانا هختار دوت واقول له اوبن واكتب واخلص في الاخر اقول له فايل واعمل لي داونلود للملف دوت او سيف للملف دوت. تمام، او ممكن تصدره كبي دي اف. تقريبا بتلاقي كل امكانيات الحاجه بعد ما تفتحه، زي الحاجات لما كنت سطبتها عندك على الكمبيوتر. بس ميزه ممكن يكون ما عندكش مساحه مثلا، ممكن يكون ممنوع التسطيب وهكذا، هو هتلاقي الرول بتاعه اسهل.